قبل ما يبدأ المقطع، هذا الشخص يفاز معنا في الآيفون في الحلقة اللي فاتت. شكرا يا فيوار، وصل الجوال لأخوي والله يعطيك العافية. ولكن في حلقة اليوم قررت أشتري تذاكر كأس العالم وعرضها بمبلغ ريال واحد فقط. هل تتوقعون في شخص راح يشتري هذه التذاكر؟ أعرف أن السعر مغري ولكن ممكن تنصدم. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة. نبغى نوصل في هذا المقطع فوق 15,000 لايك. برضو هذه حسابين التيك توك اللي كانت تداول مقاطعنا في الفترة اللي فاتت. أترككم مع المقطع. أوكي يا جماعة الخير، عندنا أول شخص. السلام عليكم، التذاكر حقت كأس العالم كيف عرضها بالريال؟ بكتب له أهلا وسهلا حياك أخوي. أتوقع أنه منصدم، ما في تذاكر كأس العالم بريال، ما في. ولكن انا في هذه الحلقه قررت اني اخليها بريال. تدرون يا جماعه الخير ان تذاكر كاس العالم ارخص من الاشياء اللي كنت اسويها بالايفون والاشياء ذي، رخيصه مره ما تقارن حرفيا. الله يحييك يا اخي، ماني مصدق للحين. على وش اخوي؟ شلون تذاكر كاس العالم بريال وانا اخوك انا حاب ابيعها ريال واحد اذا لك خاطر؟ طبعا انا جماعه الخير اتقصد اني انزل الفلوس تمام تحت. تذكروا يا جماعه الخير، الشخص اللي بيشتري مني ترى لازم اتصل عليه ويسمع صوتي، عشان ترى هذه السالفه قلتها لكم مليون مقطع قبل، عشان الاحتيال والتلاعب. يا اخي معليش، تسوقها انت؟ لا والله اني صادق بيها. شوف، يا انت تسوقها ولا انك حرامي، واحده من الثنتين. والله العظيم اني داري انك ما راح تصدق وانا اخوك، ولكن راح تنصدم. عارف، انا عارف والله العظيم. لا ما بيها يا نصاب. افا اخوي، حاب تقابلني؟ لان صدق الفتره الاخيره هذه يا جماعه الخير في ناس في السوق السوداء يبيعون التذاكر، وهذا شيء ممنوع ويخالف الشروط يا جماعه الخير. وش اللي بريال؟ خاف الله تسرق العالم. لا تظلمني وانا اخوك، لو قابلت لك مؤذين لك يا ساتر. أوبا ليه اتصل عليك؟ لا خاف اتصل عليه ويزبد لي يحوس وجهي. لا خلوه هادي يا شاد، لاني والله العظيم اني قاعد اتصفق مزاد مطفرين تصفيق رايح جاي تلطيم، غير المحادثات اللي ما انزلها قسم بالله العظيم. يا في محادثات انها ترفع الضغط، يدخلون في عرضك يا رجل. شوف السعر اللي حاطه، واضح تبي تسرق خلق الله. اوكي الله يسعدك، تبي شيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، ليه 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 يا ساتر يا ستار، والله العظيم صدق ايش فيك؟ بعدين ريال يا اخي، تعال توني افكر، مو اذلف يا حرامي انت، ما ابغى اغلط، ولكن بريال 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 واحد، والله بريال واحد. لو قلت 100 ريال ممكن تخاف انك ما تخاطر، حتى بريال يا اخي مو راضين تخاطرون. انا عارف انه صدق والله يقبل، ما خاطر بريال، ولكن اوكي مع السلامه. الله يعوضك، راحت عليك حرفيا راحت عليك. يكتب شيء ثاني ولا خلاص؟ لا خلاص متصل للحين اتوقع. لا والله طلع. طيب يا جماعه الخير، والله الشخص الثاني على السريع على السريع. تدرون يا جماعه الخير ان اعلاني انحذف مرتين بسبب انه ممنوع انك تبيع التذاكر داخل المواقع هذه لانها هي ممنوعه، ولكن غيرت شوي في المفردات والكلمات، واتوقع ما راح يطول، ممكن يطير. اتوقع كذا عاد اليوم منزلين تنبيه. وش ذا السعر اللي حاطه؟ اهلا وسهلا، اي سعر؟ ابيها احتاجها مره. ابشر وانا اخوك، ابشر اعطيك حسابي حول لي. يا رب ان ينهيها بسرعه وتجيك الان. تصدقون للحين ما حد قال تذاكر ايش؟ انا حاط بس تذاكر كاس العالم، ما حطيت اي مباراه من قوه ما هو العرض قوي. لا وش حول لي الله يهديك، قال ريال. وش تبي تقابلني يعني ولا ايش؟ اوكي وش عرفني عنك انا؟ ترى ريال، ترى ريال واحد. ساتر ريال واحد، تقابل وجه بوجه؟ تم، خلي المقطع يطلع اطول شوي. سلم واستلم، ابشر بي ابشر بي يا الشيخ، ابشر بي ابشر بي. انت وينك؟ حمست يا عيال، حمست المقطع في مقابل. ريال ولا مليون؟ وجه بوجه والله يستر عليك. ابشر شك معصب؟ طيب ابشر، وش فيك معصب؟ انا في الخير، تجيني؟ مستحيل انا اجيك بريال، ماني معصب، هذا حقي والله يحق لك وانا اخوك. انا اسف، ارسل موقعك. برسل له موقعي والله اني بقدح. علق الجوال يا عيال، ارسلت له موقع. تعال حياك، ولا تبي نتقابل؟ لا هذا مكاني في محل معين. هذا مكاني، تعال يا الان. يا لبيت، حمست يا عيال. كم تذكره موجوده؟ واحده ولا نخليها ثلاث؟ واحده، يمكن يشتري الثلاثه ويحرق عليه المقطع. انا ابغى بعد استمر في المقطع، كل واحد له واحده. وش تعال؟ لا الو، هذا ايش فيه معصب؟ واضح انك الو يا عيال، موقعه وعطيته وقلت له قابلني، كيف واضح اني سراق؟ اخوي كلامي واضح، تبي تعال. ترى ريال والله العظيم، ترى ريال عاد، الريال ما يسوى صدق، شيء بسيط ريال، مره شيء بسيط، ما قلت 1000 او 2000 او مليون، ريال. ورا كلامي واضح بعد، وش قلت؟ الو هذا معصب، في احد مزعلك يا اخوي؟ فلوسي ولا فلوسك؟ او شيت، في احد مزعلك؟ انا ابي اسوي خير، بستعطف الحين، انا ابي اسوي خير وانا قلبي يقول انك نصاب، واخلي الناس تنبسط تنبسط. والله ان قلبي يقول انك نصاب. اتبع قلبك يا حبيبي، مع السلامه، اتبع قلبك اجل. قال هذا اللي بيوفر عليه اصور محتوى زياده. الله يسعدك يا رب. حرين الناس اخر الليل، ليه حرين؟ ليه ليه؟ توكل على الله، ابشر. والله ليش لا 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 لا، هذا اللي بيحذف الاعلان. لا 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 لا، هذا اللي بيحذف الاعلان، انا صادق هذا اللي بيحذف الاعلان، لان اي بلاغ واحد بينحذف الاعلان. يا حرامي يا حبيبي ركز، انا صادق والله. تبيها تعال، والله اعطيتها الموقع بيت يا عيال، اعطيتها موقع بيتنا. تبيها تعال يا اخي، تبيه تعال. والله هذا معصب مره، هذا وصل مرحله من العصبيه، يا ساتر يا ساتر، استر. معصب مره، الله يستر عليك. فكه والله ما لي خلق انزل اعلان من جديد، والله العظيم اني منزل العصر ورحت خلصت اغراضي ورجعت، قلت عشان ارجع واحصل ناس مرسلين واسولف معهم.
ويلي رجعت وحصلته منحذف. لا سجله فويس، لا خاف سجله فويس يعرفني، خاف سجله فويس يعرفني. خلاص اذا بسوي الحساب جديد وانزل. الله يهديك، مع السلامه. لا تسولف بس توكل. اح 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 الله يا اخي ما تقدر تقول لهم شيء، هذه المشكله والله العظيم. مع السلامه. تمام خلني اصك بلوك او انت القنبلوك. لا مو حظ اضر وجهك قهرني. طيب يا جماعة الخير، آخر شخص قبل ما ينحذف الإعلان حرفيا على الفجرية تاكين تاكية مجنونة مجنونة بشكل مرة كبير. معليش الوقت غلط لكن ودي أشتري التذاكر ضروري. أبشر أبشر، حياك حياك وأنا أخوك. هذا الحين كأس العالم مطلب مطلب الناس كلها. أنا كل شوي تابع الريكورد، أنا أسجل لها. بس السعر كم؟ ريال واحد، ريال واحد. لا تستهبل والله صدق، ودي أقابله هذا، ودي قابله. تدري كم اسعارها انت؟ يب عارف اللي عندي انا وشي. السعوديه وبولندا اتوقع، السعوديه وبولندا هذه اللي حصلناها اتوقع في الموقع. السعوديه وبولندا ايه ب 966، وانت تقول بريال 966 ريال. ولكن ايش هي السعوديه وبولندا اللي انا محصلها ولا ايش؟ اي والله السعوديه وبولندا اتوقع، السعوديه وبولندا ولا السعوديه والبرازيل. طيب انا صامل. كم كم وانا اخوك؟ بريال واحد. تبي احول لك الحين؟ بس وش انضمني يا ولد؟ ريال واحد يا ولد. انت في السعوديه يا ولد، انت في السعوديه. بس انتبه من الاحتيال برضه، انت في السعوديه كل شيء مضمون. ايه كل شيء مضمون. تبي تقابلني؟ تبي تقابلني من الرياض؟ اوكي انا من الخرج، انا في الخرج احول لك، انا في الخرج تجيني ابد. حيا يا اخي ابغى اطلع واحد يا اخي معي كذا فيس كام ونعطيه التذكره. والله ماني مصدق انها بريال. تقدر ترسلها لي؟ ابشر حول لي الان وتجيك. ارسلها لي وبحول لك. لا انت حول اول وابشر. يلا تكفى 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 وانا اخوك، روح اصمل يا اخي. انا ودي اشتري بس يا اخي بريال، يا اخي بريال بريال يا عيال. ولا واحد دولار ولا نص دولار، ريال. انت جرب حظك، تعبت عيال والله العظيم وانا قاعد انتظر ابغى اخلص. انت جرب خلاص ارسلها اجل اذا بريال. يا ساتر لازم تحول اول، ما ابغى يا عيال، لازم هو اول شيء يعطيه ريال بعدين حول لي. اقول له STC باي، بقول عندك STC باي؟ عندك STC. يا اخي تحلف بالله انك صادق؟ والله العظيم صدق. خلاص طفشت يا عيال طفشت. تقصد STC باي؟ اي نعم اي نعم. حول الان وابشر، الحين بحول لك. تم، بعطيه الرقم حق STC باي، مو نفس الرقم ذا. شوف مستعجل، حول حول. ابغى اخلص ابغى اخلص يا اخي، ابي اخلص وانام. وش الرقم؟ برسل لك الحين. صفر، بكره ارسلها لك كرامكس. اصلا بينصدم انه مقطع. حول لي على الرقم، بكره عندك والله من بعد الرياض. واذا تبي تجيني الخير حياك الله. انكم صامل انكم صامل يا عيال. اجل يلا نتوكل على الله يا اخي، كفو بحول لك الان. تم، انتظر ارسل لي ايصال. والله ما ادري ليه مستانس، ما ادري ليه مستانس يا جماعه الخير. انا باخذه بس ابغى اشوف رده فعله اذا سجلت له فويس. طيب ننتظر STC باي. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل STC باي. طيب حسابي فيه صفر، ننتظر لين تيجي الحواله ويرسلها. يا رب انه يرسلها. حسه بينصدم بينصدم، السعوديه وبولندا بالسعر هذا والله انه بينصدم. اي قبل لي ما سالوني عن انها السعوديه وبولندا ولا شيء، انا كاتب اي اي صح صح كاتب الاعلان السعوديه وبولندا. طيب يا جماعه الخير، الرجال اتوقع انه قاعد يدفع ولا تيجي الحواله. شوف حاط ريال واحد يبغى يضيفه من بطاقته للSTC باي، فاتوقع ان الرجال صامل بما تعنيه الكلمه. بما انه صامل طيب والله اني قاعد احاول ادفع بس التطبيق خربان. طيب اتوقع ان جاء وقت الفويس وهنا لازم نتدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السلام عليكم اخوي، حياك الله. اذا زانت ولا الله يعوض. لا لا معليش 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 معليك معليك وانا اخوك. اول شيء انا قاعد اسجل مقطع في اليوتيوب وهذه السلسله عندي اسمها ما زاد المطفرين وانا اخوك. تمام، اشياء غاليه تنباع بسعر رخيص. بما انك صامل وانا اخوك في فتذكره جتك والله يبارك لك فيها والله يحفظك يا رب. راح احولها لك فلوس اذا تبي فلوس، واذا تبيها تذكره ادخلت الموقع الحين وشريتها لك. اختر واحده من الثنتين وخلاص لا تحول. علمني ايش تبيها انت بس عشان اسلمها لك. لا ارسلنا لي يا جماعه الخير الفويس كامل. اتوقع انا قاعد اسمع الفويس الحين مستمتع الله يرزقه يا رب والله اني احب سعادته يا اخي. استانس اذا شفته مستانسين يا ويلي. انا اشوف ايش بيقول هسه بينصدم. سمع الفويس. ايوه مو من جدك اي بالله يا اخي يا حبيبي والله هذه احلى دعوه والله العظيم هذه احلى دعوه. الله يسعدك وياك وياك يا قلبي وياك يا قلبي. علمني وش تبيها وما تقصر الله يرحم والدين. طيب علمني وش تبيها. والله بالتذكره ما احتاج فلوسها. طيب علمني وش تبيها وراح يتواصلون معك الشباب الله يعطيهم الف عافيه. على بكره الحين كلهم نايمين، لا يوسف ولا البقيه. كم بالتوفيق بالتوفيق لك. يعافيك ربي يا الله والله العظيم يا اخي يعافيك ربي في حفظ الله. طيب الى هنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه مقطعنا اليوم، واتمنى انكم استمتعتوا في المقطع اكثر مقطع تعبت فيه من ناحيه ما انزل الاعلان وينحذف حرفيا. فمبروك الفايز، هارد لك الخسران. فيه محادثات سيئه يا عيال، بغيت اسوي كذا حلقه كامله المحادثات السيئه اللي صارت لي في مزاد مطفرين. بس يا جماعه الخير ان فيها خدش وفيها كلام وفيها سب
وفيها يعني ما تستاهل انها تنزل، ولكن اذا تبونها ما عندي لا 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 امزح معاكم واشوفكم مع الله، والله يحفظكم. لا تنسوا تضغطون زر اللايك اذا عجبك المقطع وتشترك في القناة وتنتظرنا في السلسلة الجاية. سلام عليكم.